افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، افتتح منافسات بطولة كأس العالم للمبارزة للناشئين يوم أمس على صالة كرة اليد في أم الحصن. وبهذه المناسبة عرب سموه عن سعادته بتنظيم بطولة كأس العالم للمبارزة للناشئين على أرض مملكة البحرين، والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة لترجمة توجيهات جلالة الملك المفدى للنهوض بالرياضة في البحرين، واستمرارا لدعم مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية كقبلة لاستضافة وتنظيم كبرى البطولات الرياضية، مثمنا سموه اهتمام ودعم سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الرياضي، مشيدا بمتابعة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لجميع الألعاب الرياضية. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد إن احتضان البطولات والملتقيات الرياضية القارية والدولية على أرض مملكة البحرين يعزز الجهود نحو تحقيق الأهداف المنشودة في تنشيط السياحة الرياضية، والتي تعتبر من الفرص الكبيرة التي تدعم تنفيذ الخطط والبرامج لصناعة الرياضة والاستثمار في هذا القطاع الحيوي على الشكل الذي يعزز من دور الرياضة كرافد من روافد الاقتصاد الوطني، والذي يحقق أهداف رؤية البحرين 2030. وقد أشاد سموه بالجهود التي بذلها الاتحاد البحريني للمبارزة برئاسة سعادة الشيخ إبراهيم بن سلمان الخليفة في الإعداد والتحضير الكبيرين لتنظيم هذه البطولة بالشكل المميز، والذي يسهم في إبراز وإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي. وفي الختام توج سموه اللاعب المصري محمد ياسين بطلا للعالم في لعبة المبارزة لفئة الناشئين بعد فوزه في المباراة النهائية. وقد أشاد سموه بالمستويات الكبيرة التي شهدتها منافسات اليوم الأول، مهنئا الفائزين بالمراكز الأولى ومتمنيا حظا أوفر لبقية المشاركين. وقد ألقى الشيخ إبراهيم بن سلمان الخليفة رئيس اللجنة العليا المنظمة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة كلمة أشاد فيها بدعم ومساندة القيادة الرياضية التي أسهمت بشكل جلي في تميز البحرين من خلال استضافتها واحدة من أهم الأحداث العالمية في رياضة المبارزة، مضيفا أن مملكة البحرين أثبتت قدرتها على احتضان مختلف المحافل الرياضية لا سيما رياضة المبارزة.